لا منتخبنا طبعا كمان المنتخب الأمي محتاج نتكلم عليه بتفاصيل طبعا. اكتر كمان منتخبنا الاول، لكن خلينا نتكلم في جزئيه لعيبه النادي الاهلي احتبست الجزئيه بالزفر. اللي احتبست فيها الانفاس جزئيتين، جزئيه يمكن الاخطر لقطه الفيديو بتاعت اليو بادجي اليو ديانج دي يمكن اللقطه اللي قعدت الناس منتظره وبتقرب وتسال وتتصل وكله عمال يكلمك وكلنا عاوزين نطمن على ايه، لكن هو الولد طلع ذكي وعارف انه الدنيا وكده يعني جرت اتصالات بيه، فالتويتر اللي عملها يمكن ريحت الدنيا ان انا ما عنديش مشكله وان انا كويس. ايضا كمان موضوع ايمن اشرف وكلام برضو طبيب المنتخب، وهو طلع برضو على الهواء امبارح اتاكد ان هي كدمه وحصل نوع من يعني الهزار بينه وبين طارق حامد وبتاع. طبعا ده نوع من يعني على فكره من النهارده لغايه يوم 27 كل جماهير الاهلي او جماهير الزمالك كل في حاله احتباس انفاس وترقب طبعا المباراه يوم السبت مباراه الكاس مع ابو قير. طبعا انا ما كنتش حابب انه يعني اتحاد الكوره في ظل ظروف الارهاق للاعيبه الناديين يعني سواء ما تلعب المباراه في القاهره، يعني اكيد في ملاعب في القاهره تستطيع انها تستضيف في وقت واحد او حتى الساعه 5 والساعه 8 يعني رحمه باللاعبين يعني من رحلات طيران ومن سفر تودي اسكندريه بعدين ترجعه وتودي مثلا السويس بعدين ترجعه وتقول لي بعد كده ماشي بعد يوم 27 ماشي الوضع هيبقى مختلف خلاص ونخش في الدوري. لكن عاوز اقول لك ايه، يعني هم ناس ما بيأثروش يعني مقدمين كمان ومسافرين توجوا في طياره خاصه وراجعين بعد الماتش على طول، يعني اعتقد كان في يعني حل افضل من مساله انك انت توديه ما بين الاسكندريه وما بين السويس، يعني القاهره مليانه فيها خمس ست ملاعب يستطيع ان هم يستضيفوا خاصه المباريات بدون جمهور. عندك الكليه الحربيه، عندك المقاولين العرب، عندك الدفاع الجوي، حاجات كتيره. ما اعرفش ليه 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 يعني هو جدول على وليه ايه الهدف يعني ايه الهدف؟ ما دي برضه علشان مباراه الكاس تقول لك في ارض يعني يعتبر محايده يعني محايده ما هي محايده بدون جمهور، ما هي محايده بدون جمهور الكلام ده لو رايح يلعب هناك ويعني في جمهور فتقول له لا من غير جمهورك، لكن ده هنا من غير جمهور وهنا من غير جمهور. ايه السبب انك انت تعمل يعني يعني الجاب الطويل ليه ترهقهم كده وتتعبهم؟ ما تدي فرصه لالتقاط الانفاس يعني حرام، يعني خاصه انك انت بتقول وبتمني نفسك وبتغني ان احنا عاوزين نشوف نهائي فنيا وتنظيميا. ما خلاص يعني مش عاوز اقول انه كان يفضل انه مباراه الكاس ما تتعبش لو في يعني، لكن ماشي تتلعب الكاس عشان دي الوقت انه خلاص احنا دخلنا في دور الثمانيه بعد كده السيمي فاينل بعد كده المباراه النهائيه عشان تغلب. لكن طبعا امبارح الموقف بامانه شديده كان في حاله ارتباك وحاله خوف، يمكن مع يعني الساعات المتاخره بدات الناس ايه تطمن على انه حتى سلامة علي معلول كمان كان علي معلول كمان الناس كانت قلقانه طبعا علي معلول برضو يعني عاوز اقول لك كله كان خايف انه يحصل حاجه. كل ده يعني بتبقى حاجات دي في الكوره ورده، الاصابات دي اصلا قدريه، يعني اهم حاجه انه اللعيبه دي يكون في حالتها يوم المباراه النهائيه. عاوز اقول انه مباراه نهائي 27 مش كمان شغل المدربين بس، لا من اللي هينفذ في الملعب ده اخطر من شغل المدرب، اللي هيستوعب كلام المدرب ويعمل اللي هو عايزه. محتاجه مساله محتاجه جهد كبير جدا، محتاجه تركيز وتعيش على كل تفصيله. طبعا من بعد يوم السبت لغايه يوم الجمعه انت عارف كله هيبقى ايه، هتدخل في فتره بقى ما بين بقى كله بقى شغال يقول لك التوقعات اللي مش عارف ايه وده يسرب اخبار وده يعني عاوزين ماشي هنقول ده في لغه الكوره وبتاع، لكن ده مش منطقي مش صحي في ظاهره، خاصه احنا شفنا الروح الطيبه بين لعيبه الفريقين في المنتخب وده الشيء اللي انا اتكلمت مع حضرتك قلت لك ده الاهم حاجه. اهم حاجه انك انت تلعب كوره يا جماعه، يعني النهارده التقرير اللي حضرتك اعرضته خساره المانيا من اسبانيا 6-0، طب بعديها المانيا ممكن تبطل كوره؟ يعني يقفلوا الاتحاد الالماني